زي واحد وحاجه واحده نفس طريقة حاجه ده اللي خلينا نفكر نفس بشكل يعني. اه بص طب اولا هل الشخص ده كان طبيعي الى ان اخذ المخدرات فهي اللي دمرت له جهازه العصبي والنفسي، بص ولا هو بس كان عنده شيء ما من الاول؟ انا عايز اقول مبدئيا كده ان القتله المتسلسلين بيتميزوا بايه غير القتله الجماعيين. القاتل الجماعي او القاتل العشوائي زي ما ممكن نسميه، اللي هو يشيل في امريكا كده يشيل مدفع رشاش ويروح، زي ما ممكن نسميه اللي هو يشيل في امريكا كده يشيل مدفع رشاش ويروح داخل على مدرسه ضارب كل الناس، او هنا في مصر حصل من كام سنه واد نزل بسكينه في الشارع وبقى يضرب اي حد يقابله. دول اسمهم قتل عشوائيين، دول عندهم اضطرابات نفسيه، دول اقرب للاضطرابات النفسيه. لكن القتل المتسلسلين اللي اتبحثوا في التاريخ من علم النفس لم يظهر اضطراب نفسي معين عندهم، عشان بس نبقى واضحين كده من الاول، ولكن اظهر بعض ميول لحاجات معينه. فمبدئيا القتله المتسلسلين اللي هم قادرين ان هم ينظموا افكارهم وينظموا مشاعرهم ويظهروا نفسهم قدام الناس بشكل طبيعي جدا بل وفائق الطبيعيه، ثم في السر هم بيعملوا حاجات تانية، دول ناس ما عندهمش اضطرابات نفسيه. امال عندهم ايه؟ هقول لك دلوقتي. في الغالب بينتموا لفئة من البشر اسمها اضطراب الشخصية العدوانية، انتي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر. اضطراب الشخصية العدوانية بيتميز بايه؟ بيتميز بانه جاحد، يعني ما عندوش مشاعر. لا يشعر بالاخرين. اتنين، لا يشعر بالندم عند ايذاء الاخرين. لان هو كان بيقول انه بعد ما بيعمل كده بيروح ياكل سمك في السويس. لا يشعر بالندم. لا يتعاطف لا يتعاطف مع المتألمين. يعتدي على الاخرين بهدف المتعه او المنفعه الشخصيه بشكل واضح. طب وما يأذيش ابنه؟ يعني ولا مره سمعنا مثلا هقول لك ان يأذي هو ابنه امتى؟ ما ضربه حبسه؟ لا بالعكس. هقول لك يأذي ابنه امتى؟ يأذي ابنه لو خرج عن طوعه. يأذي حبيبته لو خرج عن طوعه، لو خرجت عن طوعه. هيأذي اي حد لو شك ان هو مش كويس، مش كويس من وجهه نظره. طب ازاي كان بيجيب ورد للناس في المدرسة؟ هو شديد. دي موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني هنتكلم عليه. انا اعتقادي انه هذا الرجل هو حاجة اسمها مش بقى انتي سوشيال بس، لا هو حاجة اسمها بارانويد بيرسوناليتي. يعني ايه بارانويد بيرسوناليتي؟ الشخص الشكاك. الشخص الشكاك هو شخص يشعر بالدونية بأقل، بأنه أقل من الناس، وهو يشعر بالشك في ولاء الآخرين ليه، ويشعر بأنه الآخرين مش مخلصين، وبالتالي هو شخص بيبذل مجهود فائق علشان يظهر ويعني ياخد حب الناس وياخد احترامهم ليه. فهو بيظهر بشيك، يظهر بود، يظهر باحترام للآخرين، يظهر بحب للآخرين، يظهر انه يروح يعمل وشم لنفسه عشان مراته تحبه زيادة. فهو طول الوقت متشكك في انه الآخرين بيحبوه او بيقدروه زي ما هو عايز. هذا الشخص يبقى هو باحث عن حبه وعن تقدير. لا مش بس كده، وعايش في شك طبعا، ده شخص شكاك. هذا الشخص اما انه نتيجة لضغوط كبيرة اتعرض لها، احنا قلنا الوقت اتنين اضطرابين، لو هو اتعرض لضغوط كبيرة ممكن يتحول الى قاتل متسلسل زي ما قلنا، ممكن يقتل. يتحول الى سايكوتيك زي ما هنقول دلوقتي، او ذهاني يعني، او انه بالمخدرات اللي كان بياخدها. فاذا يا اما المخدرات، احنا عندنا بيز قاعدة بتقول ان الراجل ده اضطراب شخصية بارانويد يعني شكاك، واضطراب شخصية مضادة للمجتمع يعني لا يتعاطف وجاحد متبلد شعوريا. مش متبلد شعوريا يعني ما بيحبش، لا بيحب بس يعني أناني جدا متمحور حوالين ذاته. لما بيتعرض لضغوط شديدة أو ياخد مخدرات هيبقى سايكوتيك. يعني إيه سايكوتيك؟ يعني هيتصور حاجات ما حصلتش. فمثلا هيشوف مراته خايناه وهو قال لابنه إن مراته ميتة، هو كان يتمنى إنه يقتلها بس خاف يقتلها فاعتبرها ميتة، فوصل لابنه انها ميتة. واي ست هتقبل ان هي تروح مع البيت هتبقى هي شبه مراته فهيقتلها لانها تستحق، وكأنه بيعيد قتل مراته مرات ومرات ومرات. يعني طب ثانية، يعني انا عايز اسأل سؤال دلوقتي. قتله للبنات في نوعية معينة واضح ان هو بيختارهم من بيئة او كاتيجوري قليلة جدا اللي هم فتاة ليل بأي طريقة بقى، مش متأكدين. لا معظمهم يعني ده يعني لدرجة ان الضحية الرابعة
هما اغلبهم باباها اصلا كده. قواد هو اللي اداها اغلبهم كده واغلبهم من مناطق اصلا بعيدة عن التجمع. انا بس مش عايز مش عايز هل كل ده على الناس بالاحكام دي. مش قصدي هل اختياره للنوعيه طبعا ليها علاقه بموضوع طريقه تفكيره في مراته طبعا لان هو شايف ان مراته خاينه وشايف ان مراته بالشكل ده فهو هيجيب الناس اللي بيعتقد ان هم شبه مراته ويقتلهم بالنيابه عن مراته. طيب سؤال ليه مع كل جريمه هو بيعملها بيتلذذ في تعذيب الجثه؟ يعني ايه؟ يعني في 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 من 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 التقارير بيقول ان هو في كدمات وضرب بالجنازير وخلع اظافر وخلع اظافر وخلع شعر وجنس بعد الموت. احنا عندنا تفسيرات واختصاص بعد الموت. احنا عندنا تفسيرات مختلفه. عندنا ده ممكن بس الجنس بعد الموت ده لضحيه واحده يعني. وده برضو بخلاف الفيديوهات الكتيره اللي لقوها كتيره هو مصور كل حاجه لا وكمان بيرسم عامل وشم على جسمه للحالات اللي هو استمتع بقتلهم وتلذذ بقتلهم في ايه ده يعني دي قصه استوقفتني جدا. ممكن جدا يكون الراجل ده كمان سادو ماسوشيزم بس مراته هي اللي هتقول لنا الكلام ده. سادو ماسوشيزم يعني ايه؟ يعني ساديزم يعني يعني هو يستمتع جنسيا بضرب الاخر هو احداث الالم في الاخر او احداث الالم في نفسه. هو كان حابب ده اللي هو طبعاً. السبب بيجيب يعني قال للبنات ان ده اللي هيحصل. اوكي يبقى هو سادو ماسوشيزم. يعني ايه سادو ماسوشيزم عشان بس نفهم؟ سادو ماسوشيزم يعني شخص لا يستثار جنسيا ولا يستمتع جنسيا الا من خلال ممارسه الالم اما على نفسه او على الاخر. صحيح. فده سادو ماسوشيزم. فممكن يكون تشخيص اخر ليه ان هو سادو ماسوشيزم وعشان كده بس هو مش ده السبب في القتل. لانه السادو ماسوشيزم ممكن يدفعوا فلوس لناس عشان يعملوا معاهم الكلام ده. يعني هو ممكن يتفق مع ست او يتفق مع حد عشان ويدفع له فلوس عشان يعمل معاه هذا الكلام. وده بيحصل وبنقراه في روايات كتير. مظبوط. باول كله في روايه 13 دقيقه مكتوب فيها كل التفاصيل. أيوة دي ايوه مظبوط لكن احنا هنا في القصه ديت ده راجل بيختار بنت هو بيعتقد ان هي بنت ليلى او بيعتقد ان هي سلوكها الجنسي غير سوي وبياخدها ويعذبها ويعمل ويمارس معاها السادو ماسوشيزم ويقتلها واحيانا يقتصرها بعد ما يقتلها. فاحنا عندنا مركب صعب. لو احنا يعني احنا درسنا طفولته هنلاقي حاجات كتير. ايه اللي منعه انه يموت مراته لما هو ناوي انه اجر البيت عمل الاوضه اللي هي معزوله واضح ان هو مقرر ان دي تبقى حياته. ايه اللي منعه انه يجيب يستدرج مراته للبيت ويموتها؟ ممكن جدا ما لقاش فرصه. ليه ما ادتلوش فرصه؟ كانت واعيه كانت ست واعيه. هي في كمان حاجه صغيره كنت يعني سمعتها من قريبين منه جدا. هو كان بيخاف منها جدا. ايوه هو كان بيخاف منها جدا وحس ان هو اقل من هي اكبر عليه. ازاي بيخاف منها؟ بيقلق منها بيخاف منها. شخصيتها اقوى منه شخصيتها قويه جدا. ممكن. وهي اللي كانت بتتحكم فيه فعليا. ده كلام القريبين جدا منهم اللي هم ناس عاشوا وسطهم. فهو كان شايف ده وهو دايما حتى الناس البنات اللي صوروا معاه تيك توك على الابلكيشن واتصدموا بعد كده ان هم يعرفوا سفاح التجمع وخافوا قالوا ازاي قعد معانا. لما دورنا ورا البنات دي لانهم لا شخصيات قويه برضو يعني برضو شخصيات. هو اللي ما قدرش يأذيهم شخصيه قويه. ما قدرش يأذيه شخصيه قويه انما اللي يقدر يسيطر عليه تعال اركب معايا واطلع ويستدرجه. واعمل فانا ابدا طب انا عايز اسال سؤال. رجل بهذا النجاح قبل ما يبقى قاتل ايه اللي يخليه ياخد النوعيه الخطيره دي من المخدرات؟ انت قلت سامع ان لما راح امريكا طبعا ابتدت علاقته بالمخدرات تقوى. ليه؟ هو المفروض غني ومفروض رايح امريكا ده بمزاجه ومتعلم كويس جدا من بيئه اجتماعيه كويسه جدا. مش هيروح يتبهدل في امريكا. ده الصفات المشترك بين القاتله المتسلسلين. يعني اول قاتل متسلسل في التاريخ يتم الكشف عنه الدكتور صيدلي اتش اتش هولمز. هو دكتور صيدلي القانون اللي هم ارتكبوا جرائم بنفس الشكل ده هتلاقيه مهندس دكتور
باحث يعني على درجة علمية فاخرة جدا. صمت جداً. الحملان كان طبيب نفسي. صمت الحملان قصده طول انه عنده ذكاء. عنده ذكاء قوي جدا، عنده حالة او مش عارف او مش عايز يظهرها قدام الناس. طب انا دايما بيحب يظهرها في الاوض المقفولة. انا مش عارفة كان عندك المعلومة دي تقدر تقول لها لنا، لكن هل هو اعترف او انت عندك المعلومة ان هم دول اول الحالات؟ يعني من هي اول حالة يتم قتلها من كريم؟ قبل ما اجي على طول قريت خبر عاجل على مواقع رسمية يعني انه يقال انه متهم بقتل زوجته الاولى اللي هي قال انها توفت بسكتة قلبية مفاجأة، والكلام ده من حوالي اكتر من 8 سنين او 9 سنين او اكتر كمان، وان في قرار من النيابة باستخراج الجثة قبل البنت اللي خلف منها قبل البنت دي، قبل لبنى. لبنى دي هي ام الولد؟ هي ام الولد، انما في بقى زوجة اولى توفت بسكتة قلبية. ده معنى كده ان هو وهو متجوز لبنى كان ممكن يقتلها؟ كان قاتل اصلا. بس دي الله اعلم يعني. قرارات الخبر اللي نازل بشكل رسمي على المواقع انه في شك، لان الوفاة هي سنها صغير وتوفت وفاة يعني هي ما كانتش صحيا عندها مشكلة يعني. طيب انا شخصيا أنا حاصل يعني على اتمنى ان انا يعني يجي لي الفرصة ان انا ادرس الشخصية دي. وتشوف ايه وتشوف ايه السؤال اللي هتسأله، ايه الاسئلة اللي هتسأله. لا انا عايز افحص الموضوع طبعا، هسأله على 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 الموت على الموت على على الدوافع طبعا، الدوافع بتاعته. هشوف النظرية اللي انا بفترضها دلوقتي ان هو كان بيشك في الناس، وان هو بيشك ان مراته، وان كل البنات وحشين ويستحقوا. بالمناسبة انا قابلت في العيادة ناس مدمنين او غير مدمنين بينزلوا الشارع يسرقوا ويأذوا ويعوروا بنات بيعتقدوا ان هما بنات ليل فقط. لتخيلوا ان دي مش بنت طبيعية او مش سوية. بيعمل بيطبق العدالة. فممكن يكون عم كريم بيطبق العدالة يعني، ده زي المتطرفين الدينيين بالظبط. فهو بيطبق العداله بمفهومه هو وبمنطقه هو، انه البنت ديت كذا وكذا وكذا، فهو بيطبق عليها ما يجب ان ده الخلاص بتاعها المفروض بالظبط. طب لما انا اكون دارس التعديل السلوكي السوي وغير السوي، وانا بعمل السلوك الغير السوي ده هو يتعمل عليه اصلا حاله كده مصنف في الطب النفسي لوحده كده، لان ما اعتقدش حد من القاتل المتسلسل ده طلع دارس طب نفسي وعلم نفسي وتعديل السلوك السوي. هو هقول لحضرتك على حاجه، هو برضو دراسه الطب النفسي او الدكتوراه دي سهل. كان سببها ان يظهر بشخصيه قدام العالم، ولا ان هو يعرف مهارات تانية؟ ممكن يكون بيحاول يعالج نفسه على فكره. في كتير من الناس، في كتير من الناس المضطربين من جوه بيروحوا يشتغلوا اطباء نفسيين. وهل هو يقدر يعالج نفسه يعني بهذا الاضطراب ويبقى عنده قدر؟ صعب جدا. طيب لا طبعا صعب جدا. انا